خارجية نرويجية إنهاء إسرائيل لمهمة المراقبة الدولية بالمثير للقلق. وأشارت الخارجية النرويجية إلى أن القرار ربما ينتهك تطبيق اتفاقات أوسلو، مضيفة أن الوضع الأمني في الخليل غير مستقر. وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد قرر عدم تجديد عمل لجنة الوجود الدولي المؤقت في الخليل بعد 25 عاما من عملها في توثيق انتهاكات المستوطنين في البلدة القديمة في الخليل. ربع قرن مر على توثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الخليل، انتهاكات رصدتها بعثة المراقبة الدولية منذ بدأت عملها في البلدة القديمة في المدينة بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي التي ارتكبها مستوطن وأدت إلى استشهاد 29 فلسطينيا. سنوات من الانتهاكات كانت بعثة المراقبة الدولية شاهدة على ارتكابها من قبل المستوطنين قبل أن يقرر بنيامين نتنياهو إنهاء وجودها ومنعها من أداء مهامها في الخليل بحجة عرقلة عمل قوات شرطة وجيش الاحتلال. كافة التقارير الصادرة عن فريق التواجد الدولي في الخليل هي لها علاقة بكشف الجرائم التي تمارس بحق المواطنين الفلسطينيين في الخليل، وبالتالي نتنياهو أراد أن يستخدم هذا الموضوع أيضا في حملته الانتخابية القادمة. السلطة الفلسطينية اعتبرت قرار نتنياهو تصعيدا سيؤدي إلى مزيد من العنف والفوضى في الخليل، وطالبت الدول الراعية لاتفاقية التواجد الدولي بالضغط على إسرائيل لثنيها عن القرار. على القيادة السياسية أن تحترم ما أخذ من قرارات في المجلس الوطني والمجلس المركزي لإنهاء أي تعاقد مع الاحتلال والتخلي عن أي اتفاقية مع دولة الاحتلال، لأنه أثبتت خلال 25 سنة الماضية أن لا يوجد شريك للسلام من كل حكومات الاحتلال. تشرف البعثة الدولية على البلدة القديمة في الخليل منذ أن قسمت إلى قسمين في العام 1997، قسم يقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية والآخر تحت سيطرة الاحتلال. معركة انتخابية محمومة يمارسها اليمين الإسرائيلي المتطرف ويدفع ثمنها الفلسطينيون، وهذه المرة في مدينة الخليل. فمع إنهاء عمل بعثة المراقبة الدولية في المدينة يخشى الفلسطينيون من تصاعد الانتهاكات ضدهم والتغطية عليها دون حساب أو عقاب. يارا العملي، التلفزيون العربي.